دابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش كندير نعقم الرضاعات. بعد ما سخنا الماء مزيان حتى كيبدا يغلي، عندي هادو بدا نوريهم لكم، هادو باش كنطفى الرضاعه، هادي صغيره باش كنطفى الراس ديالها. كناخذ شويه فلوطه نديرو في القرعه، المغطي ديال هاد الشمال ندير شويه د الماء ندير كندوز الثانية. كندوز الثالثة، هذه كندير فيها العصير، هذيك الصغيرة كندير فيها الماء، والكبيرة كندير لها فيها الحليب. من بعد كناخد هذه كنستعملها للراس بهاد الطريقة، هذه باش كيتنطفو كاع دوك. ضروري تقوموا بهذه العملية إلا تعطلتو كل 24 ساعة. من بعد كنجي الشكل مزيان، مكيبقاش فيهم الصابون. كنجي من بعد ما سخنت الماء مزيان حتى طبخ، هانتوما كتشوفو كيطبخ، كنعمرهم حتى للشنايف. كنجيب الراس ديالهم ديال كل وحدة، كندير له بحال هكذا باش صافي بحال هكدا. و كنخليهم على جنب و سخانين. المهم صافي كنبقى نخليهم هنا على جنب حتى كيبرد داك الما و تعقمو مزيان. دابا كيما كتشوفو عندي بنانة و بعويضة، غادي نصايب لبنتي شنو تاكل. هانتوما هذا الدري ديال 6 شهور، ابتداء من 6 شهور كنبداو ندوقوهم الماكلة، فهذا كيجي زوين بزاف و كيعجبهم. يا اما ديرو البعويض بوحدو ولا البنان بوحدو، ولكن الا كان بجوج من الاحسن.
دابا غادي نقيهم، غنغسلهم ونقيهم. هانتوما من بعد ما قطعتهم على هذا الشكل ناخذ بعويد وغادي نديرو. بعدا انا هنا في كسرونه درت شويه الماء مديني كندير عليها البعويد، كيطبخ غير شي شويه باش تحيد له داك الجهد اللي فيه. البنان بلا ما ديرو حيت هو ان فوا كديرو كيدبال، كتمشي له كيمشي له حتى دوك المكونات اللي فيه كيمشيو. غنخليه يطبخ شي شويه وغتشوفوا معايا الطريقه كيفاش غنقادو. كنجيبو هنا خلاط كهربائي، هانتوما بعد ما طبخ كنخليو بداك الماء ديالي كنزيدو عليه البنان اللي قطعناه وكنطحنوه بخلاط كهربائي. من بعد ما طحناه هانتوما انا راه جاني شويه تقيل وزدتو شويه د الماء، كنجيبو الرضاعة والصفاية وكنصفيوه، ضروري تصفيوه، كنبقاو غاديين على هاد الطريقة هادي حتى كتصفيوه كامل. هانتوما شفتو راه تقيل شي شوية، كنبقاو غاديين على هاد الطريقة تتساليو ليها الخليط ديالكم كامل. هانتوما من بعد ما صفيتو كنقدمو لها فهاد الرضاعة هادي اللي الراس ديالها شوية تسقبتو ليها باش ما يعذبهاش ويخرج لها مزيان. كترضى هاد الشيء وهذا كان شايف لها هنايا، فإلا قدرت تكملو كنزيد لها، إلا قدرت تكملو صافي كنرميه، حيت راكم عارفين البنان كيف حال في الساعة.